الإدارة الله يوفقنا. شيخ محمد، احنا الآن في أيام عظيمة، العشر المباركة، أعظم أيام الدنيا. ما ودي أسألك في سؤال محدد عنها، حدثني عن العشر الأيام هذه. هو بلوغ هذه العشر نعمة عظيمة كريمة غنيمة، وهذا والله من فضل الله على كل مسلم ومسلمة أن الله تعالى بلغه هذا العشر، وهذه علامات محبة أن الله تعالى أحبه فبلغه الأيام المحبوبة عنده. فما من أيام أعظم عند الله وأحب إليه أو أحب إليه من هذه الأيام والعمل الصالح فيها. هذه الأيام أعظم أيام الدنيا، لذلك جعل فيها أمهات العبادات الحج والصلاة والصيام، وكذلك جعل الله سبحانه وتعالى فيها الأعمال الصالحة الصلاة. فما أجمل أن نعلم أن المسلم إذا تقرب إلى الله في هذه الأيام فهناك قربات عظيمة غنيمة سيقبلها الله تعالى، وتكون سبب من أسباب سعادته، وسبب من أسباب شفاء مرضاهم، وسبب من أسباب ذهاب الهموم والأحزان. لماذا؟ لأن الله مع العبد الذي يكون معه، إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. بل أن هذه الأيام أيام العشر، إذا العشر أقبلت فأقبل فبالخير تستقبل، لعلك تخطئها قابلا فتأتي بعذر فلا يقبل. والله ثم والله بلوغ هذه العشر من أعظم نعم الله، وهي أيام جليلة جميلة معدودة معلومة، والله جعلها أيام معدودات، لكنها ما أجمل أن تكون هذه الأيام المعدودة بالطاعة محفودة محشودة. هي قليلة لكن عند الله كثيرة، هي قصيرة لكن عند الله سبحانه وتعالى عظيمة. لماذا؟ هي أيام عشر والعمل الصالح مفتوح فيها، مو فقط صيام أو صلاة فقط، لا لا، مفتوح. لذلك الله تعالى قال العمل الصالح، الصلة، النفقة، الصدقة، البر، الكلمة الطيبة. إن لم تجد عمل صالح، وهذا ليس لك عذر، إن لم تجد عمل صالح فامسك عن الشر في هذه الأيام. من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم إلى مكة في هذه الأيام، هو وصل مكة يوم الأربعاء الحج، قد من أعمال الصالحة قدم النبي صلى الله عليه وسلم ومعه 100 من البدن هدي للكعبة، 100 من الإبل هدي إلى الكعبة. وكان السلف يعرفون قيمة هذه الأيام، لها قيمة عظيمة عند الله، قيمة عظيمة عند الله، فجعل لها هذه المنزلة الكريمة. لها قيمة عند الله جعل يوم عرفة فيها، جعل لها قيمة عند الله جعل يوم العيد فيها، لها قيمة عند الله جعل أيام قدوم الناس الحج فيها، مما يدل على عظم هذه الأيام. هذه الأيام فرصة أن نصطلح مع الله سبحانه وتعالى، نعم، والصلح خير، هذه أيام صلح مع الله، تصطلح مع هذه الأيام، مفتوح الأبواب. أين أنت من الإقبال على الله سبحانه وتعالى؟ وما تقرب إلي عبدي شرا إلا تقربت إليه ذراعا، وإذا أتاني يمشي أتيته هرولا، وعجلت إليك ربي لترضى. فما أجمل أن تعجل إلى الله سبحانه وتعالى، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، فاستبقوا الخيرات. والله يا أحبتي، وهذه نصيحة لكل مسلم ومسلم، ولكل شاب وشابة، ولكل رجل وامرأة، ولكل زوج وزوجة، هذه الأيام فرصة أن نصطلح في بيوتنا، نصطلح مع أزواجنا، نصطلح مع أنفسنا، نصطلح مع أهلنا. بماذا؟ بالعمل الصالح، نصطلح بالعفو والصفح والتجاوز، بالصيام، بالصلاة، بقراءة القرآن، بالذكر، وليذكروا اسم الله في أيام معلومات وأيضا معدودات. والله الخاسر من تدخل عليه هذه الأيام وتخرج وهو ليس له عمل صالح. هذه بضاعة ربكم نزلت بساحتكم، فأين الذين يتاجرون مع الله؟ أين الذي يتاجر مع الله؟ والتجارة مع الله في هذه الأيام رابحة رابحة، تأكد يقينا، لن تخرج خاسر أبدا، لن تخرج خاسرة. وهي فرص فرص. أعطيكم قصة بسيطة في قضية الفرص. النبي جاءه ضيف، وما عند النبي طعام يضيف هذا الضيف، فقال النبي من يضيف ضيف رسول الله؟ فقال رجل من الصحابة أنا. فقدموا لهم لهذا الضيف، قدموا له طعامهم، آثروا الضيف على أنفسهم. لما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وسلم له ولزوجته إن الله ضحك من صنيعكم البارحة. وضحك الله يعني الرضا، رضي الله عنهم. فرصة، هذه الفرصة إن لم تغتنمها ذهبت لغيرك، فهي فرصة. هنا يأتي الشيطان يقول أنا صاحب ذنوب، صاحب سيئات،
فرصة تتوب مع الله، لأن هذه الأيام عظيمة مبارك. محبوبة عند الله، يحب التائب، يحب المقبل، يحب المنفق، يحب المتصدق، يحب كذلك الصائم، يحب المحافظ على الصلوات، يحب الذي يصطلح. والله فرصة أن نصطلح مع أنفسنا، والله يا إخواني فرصة أن نصطلح مع أنفسنا، مع أزواجنا، مع أولادنا، مع جيراننا، مع أقاربنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما أسلم حكيم بن حزام، شوف حكيم بن حزام عاش 60 سنة في الجاهلية و60 سنة في الإسلام. الله أكبر. 120 سنة. 120 سنة. لما أسلم أراد أن يصطلح مع الله، ماذا كان يفعل؟ ماذا؟ كان يأتي في أيام العشر في الحج، في أيام العشر. الأيام هذه. الأيام هذه. وينحر 100 من الإبل عند الكعبة. ويعتق 100 عبد. ويذبح 1000 شاة. لعظم هذه الأيام. لعظم هذه الأيام. الله أكبر. ويقول لما يقال له في هذا الشأن، قال ما عند الله أكثر وأعظم. ما عند الله أكثر وأعظم، خزائنه لا تنفد. حتى الآن أنا جيت من مكة اليوم واصل، وكنت في الحرم أرى كبار السن يا جماعة الخير، كبار السن 60 و70 و80 سنة يجري وهو داخل إلى الحرم كأنه ابن 20 من الفرح. افرحوا بهذه الأيام. نعم والله هذه أيام فرح مع الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. نفرح أننا من أهل هذه الأيام والليالي، نفرح أننا من أيام أهل أيام هذا العشر. كم وكم إنسان يتمنى أن يكون من أهل هذه الأيام، أيام العشر. إن لم تستطع أن تصوم تصدق، أنفق، وهذا نفعه يتعدى، نفعه يتعدى. كيف بك إذا كان الصدقة محبوبة ومضاعفة عند الله، كيف بك في هذه الأيام؟ مضاعفة أعظم وأكثر وأكبر عند الله سبحانه وتعالى. بل أن النبي صلى الله عليه وسلم بين عن رجل، هذا الرجل سبحان الله يعني من عظم الله في هذه الأيام أن تعظم حرمات الله، هذه الأيام عظيمة، عظمها. ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، سيرفع الله من ذكرك، من شأنك، يشفي مريضك، يعافي مبتلاك، يذهب همومك وأحزانك وقضاياك، يحل قضاياك. رجل اسمه تبع، ملك من الملوك، أراد هدم الكعبة. تبع اليماني غير أبرهة. فلما جاب الأرض أفسد فيها، لما قدم إلى مكة قالوا له كأنه في عند الكعبة كنوز أو كذا، فلما قدم قالوا انتبه إلا هذه، عظمها ولا تركها. فجاء إلى الكعبة ونحر الإبل وكساها وجعل لها باب وجعل لها سقف وجلس عندها 6 أيام يعظمها. فقال النبي لما طبعا تبع مات، قال لا تسبوا تبعا فإنه كان مسلما. الله المستعان. يا الله، رفع الله من ذكره ومن شأنه. لماذا؟ عظم حرمات الله، عظموا هذه الأيام. زبيدة وهي امرأة، زبيدة هي زوجة هارون الرشيد، اسمها أمة العزيز، سميت زبيدة لأنها شديدة البياض فكانت تسمى زبيدة. لما أنفقت أجرت العين لعين زبيدة للحجاج، إلى الآن موجودة، والآن ولها الآن معرض زبيدة، عين زبيدة، ويوجد الآن هيئة أوقاف لها. لما أجرت الماء للضعفاء والمساكين والحجاج بيت الله الحرام، قالوا لها هذا المال الذي تنفقيه كثير، قالت ما عند الله أكثر، الله المستعان، ما عند الله أعظم، والله لأوصل الماء إليهم ولو كلفني ضربة الفأس دينار. الله المستعان. فجابوا لها بالأوراق التكلفة فألقتها في النهر، طبعا في العراق، فألقتها، قالت ما عند الله أكثر وما عند الله أعظم. هذه الأيام عظيمة، عظموها. إن لم تحسن فيها فلا تسيء فيها. نعم، لاحظوا أن الحاج لا يقص الأظافر ولا يأخذ من شعره، كذلك من أراد أن يضحي. لماذا؟ لأنه يصير بينهم توافق، يوم عرفة يغفر الله للحاج ويغفر الله تعالى لمن؟ لغير الحاج الذي هو شبيه بالحاج. لماذا؟ لا يأخذ من أظفاره، لا يأخذ من أشعاره، يتقرب بالأضحية وذلك يتقرب بالهدي، فالكل سواء، فيغفر الله الكل سواء، فيغفر الله تعالى. أسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا جميعا. يا شيخ محمد جميل كلامك الأمانة، أنا ودي بس كذا عشان ترتاح برضه، وراح نرجع لك إن شاء الله في جانب آخر من هالإشراقات اللي قاعد يعني تضيء
فيها في هالليله اللي نذكر فيها مشاهدينا الكرام بان يعني تغريداتكم عبر منصه اكس في هاشتاج تصفيات كاريزما 1 راح نقرا جزء منها.